جوزيه. جوزيه لما زار بقى النادي الاهلي في 2015، انت اديته الميداليه اللي انت كنت خدتها في ذلك الوقت بتاعت السوبر الافريقي. للدرجه دي بتحبه؟ طبعا انا بحبه جدا. والفتره دي كانت في بعض ناس بتهاجم مستر مانويل. لا ده على طول. لا حتى ناس من جوه النادي. من جوه النادي اقصد. اوكي. كانوا بيهاجموا مستر مانويل. انا طبعا الراجل يعني حتى لما جه النادي كذا مره السنه دي لقيت ان في كان هناك غرض معين لشيء معين يعني. بالظبط. مفهومه يعني. اوكي. وانا الراجل ده اثر في حياتي وفي حاجات كتير جدا، كان بيقعد يكلمني حتى بعيد عن الكوره، بيقول لي ان الكوره ده يعني زي القطر، لو سابك صعب لازم يعني تلحق. كلمني في حاجات كتير جدا، اضطريت ان انا يعني مش اضطريت، اخدت الميداليه وكانت في دماغي والله قبل، قلت لو ربنا كرمني البطوله دي الميداليه هديها لمستر مانويل. فعلا؟ والله قبل الماتش بيومين. وفعلا الحمد لله ربنا كرمنا واهديته الميداليه. ودي يعني مش حاجه، انا قيمه مستر مانويل كبيره عندي يعني. اكبر طبعا. اكبر لكن هي بالنسبه له خلي بالك شيء مهم جدا. انا شفت الدموع في عينيه يا كابتن. هو وقال لي مزيد. انا مصعب ان دموعي تنزل، انت الوحيد اللي خلتني دموعي خلاص يعني. اليوم ده كنت قابلته وشفت فعلا في عينيه الدموع، وقعد شكرني كتير وقال لي انت حسيت بيا ان فعلا الفتره دي كانت بالنسبه لي صعبه، ان هو كان كل حاجه في مصر بتتنقل له يعني، ان الناس ولما جه لقى الاستقبال مش ما بيلقش بيه زعل. دي الصوره اعتقد يا وليد. لا ولكن يظل دايما واحد من العظماء اللي هيفضل في قلوب كل الاهلاويه. طبعا طبعا. يعني هو دايما مستر مانويل الحقيقه، وله عادات خاصه كده وتقاليد. انا واحد من الناس يعني، هو كان سبب رئيسي في ان انا مثلا امشي من النادي، ولكن علاقتي بيه لغايه من اسبوع ولا من 10 ايام بنتكلم، ويعني هو دايما بيبدا بالصفر. هو لابس تعالى كده، هو لابس الخاتم ويقوم جاي لك انت صفر. وات از ذيس سلاب شوت؟ صفر. طيب المهم خلينا نرجع مره ثانيه